ضدها عدم العدل. فانا لما جيت مع ابني محمد وكررها تاني دلوقتي في الجامعه محمد قلت له اولا يعني عايز اعرفك بس حاجه، تجيب 4 تجيب 0 تجيب 5 ده ملوش علاقه، انا بحبك، طلعت نزلت سقطت نجحت انا باباك بحب، انا مش مدرس انا انا اب فبحبك. دي نمرة 1. نمرة 2 انت بصيت في الامتحان يا هبه ذاكرته عشان عايز انا شغلتي والاب ايه؟ محامي محامي وبياع ثقه للنفس. فانا ادور ادور لحد ما لقيت حاجه العب عليها. قلت له بعدين على فكره انت جايب الاربعه دول في سؤالين تعليل محتاجين تفكير وده مستوى اعلى، انما السته اللي ضايعين منك صح وغلط ده محتاجين مستوى اقل في التفكير. فالولاد التانيين عارفه المثل اللي بيقول، قلت له عارف في مثل عندنا بقول لك انتهز الفرصه عايز اشجعه، قلت له في مثل بيقول ايه الكتره تغلب الشجاعه. هم جمعوا اللي سبقوك دول جمعوا صح وغلط وكلام فارغ بس جمعوا درجات. لكن انت الشجاع الحقيقي شغلت مخك. فبدا يبصر كده قال لي يا سلام، قلت له يا سلامين انت دلوقتي انت حل الاسئله مستوى ذكائك يا محمد اعلى من ده، انت حليت التعليل صح اللي هو مش جايبينه. قلت له بعدين بقى سيبك من ده كله اقول لك اخر كلمه بقى فيه. هو محمد ده بالنسبه لي دفتر درجات يعني وخلاص، اللي انت بتتكلم عليه ده كله احنا قاعدين عاملين المشكله دي في التورته خارطه لكن جزء من محمد جزء. قلت له انت لما انا جيت ولقيتك جيت بالليل الساعه 12 ولقيتك شايل ازازه الحاجه الساقعه كده وماشي ولابس التريننج وماما عشان ما تخليش ماما تنزل، دي اسمها ايه؟ اما اخو رد علي قال لي جدعانه. قلت له ايوه رجوله. قلت له طب دي لما اجيب 4 من 10 وتجيب كده ايه في ايه؟ قلت له دي حاجه عظيمه جدا يا دكتور ده يعني هبه اوزن بعدل يا هبه يعني بلاش مش كل حاجه درجات يا جماعه. عايزين نعمل حلقه كامله عن ازاي نتعامل مع الولاد عن الكتاب طبعا ده شرف ليا طبعا بس لازم احنا محتاجين يا هبه والله ولو الشعب المصري حلو قوي لو وبيتقبل بسرعه وبيقبل جداً. ويعني شعب ذكي